في المنتصف ما بين تركيا واليونان تقع قبرص، الجزيرة المقسمة إلى شطرين منذ عام 1974، شطر يوناني وآخر تركي. في الشمال تقع الجمهورية التي لا يعترف بها أحد إلا تركيا باسم جمهورية شمال قبرص التركية، وفي الجنوب تقع الدولة التي تحظى باعتراف دولي. السبب هو محاولة من القبارصة اليونانيين لضم الجزيرة إلى اليونان، فتدخلت تركيا تحت شعار حماية القبارصة الأتراك آنذاك. ومؤخرا يشتعل الصراع على الجزيرة بعد اكتشافات الغاز الضخمة، فتنقب تركيا في المياه التي تقول إنها تتبع لجمهورية شمال قبرص، لكنها مياه قبرصية في عرف المجتمع الدولي الذي يعترف بقبرص واحدة الجنوبية. ووجود قبرص الجزيرة أمام تركيا يجعل لها امتيازات كبيرة في الحقوق الاقتصادية، أكبر من تركيا التي ترى أنه لا يحق لجزيرة أن يكون لها منطقة اقتصادية ضخمة تجتزئ مما تظنه حقها. تقف اليونان مع قبرص في معسكر واحد في مواجهة تركيا منذ 46 عاما وحتى اليوم.